بشرت فيه الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، صفات آدابه صلى الله عليه وسلم في منطقه وسكوته. قال الحسن رضي الله عنه: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة أن سيدنا الحسن كان مجالسا لخاله هند ابن أبي هالة، وهند ابن أبي هالة كان وصافا. يقول سيدنا الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئا أتعلق به. فسبق في الحديث الماضي أو في الجلسة الماضية أن هند بن أبي هالة ذكر في حديث جامع أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سيدنا الحسن يقول: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حديثه؟ كيف يبدأ الحديث؟ كيف ينتهي الحديث؟ وسبق أيها الإخوة أن الصحابة كانوا إذا جلسوا مع بعضهم يتسامرون، كان حديثهم بالقرآن الكريم وبوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمزحون نعم، يلهون نعم، لكن كالملح في العجين، وإلا سائر أوقاتهم كانوا يملؤونها فيما ينفع، وكانوا شديدي التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن الحسن يقول: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة في الدعوة إلى الله. 23 سنة أيها الإخوة، كنت قد استعرضت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلالها 23 سنة، وجدتها مليئة بالأكدار، وجدتها مليئة بالمصائب، وجدتها مليئة بالكروبات. يعني من اللحظة الأولى من عند إقرأ يقول له عمه: تبا لك لهذا جمعتنا، ثم يؤذيه قومه، ثم يتكلمون في حقه، ثم يعذبون أصحابه، ثم يخرجونهم من ديارهم، ثم يقتلونهم أمامهم، ثم يكون ساجدا أمام الكعبة فيلقى على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم سلا جزور، ثم يخرج طريدا من مكة. ترك بلده، ترك مدينته التي ولد فيها، ترك دياره، ترك أهله، انتقل إلى المدينة. ما استقر في المدينة لحقه المشركون. السنة الأولى غزوة بدر، السنة الثانية غزوة أحد، السنة الثالثة غزوة الخندق. الله أكبر، يعني سنوات النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كلها سنوات فيها كروبات، فيها شدائد، فيها ضيق. لذلك الإنسان المسلم إذا نزل به هم، إذا نزل به كرب، إذا نزلت به ضائقة، فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. مر 23 سنة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا: ألم نشرح لك صدرك؟ الآن ما أحد يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أنه قسم العالم إلى قسمين: قسم آمن به وقسم كفر. لذلك يا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، إذا أصابتك شدة، إذا أصابتك بلاء، إذا أصابك كرب، لا تستسلم، لا تضعف، لا تكن خوارا، لا تكن يعني حبيس بلاياك، انطلق في هذه الحياة، هذه هي الحياة. أحيانا زوجها صعب، زوجها عسير،
زوجها مزعج، ماشي الحال، يعني أنت ابتليتي بهذا الزوج، إن استطعت أن تصبري اصبري وامضي في هذه الحياة، يعني الحياة لن تتوقف على وجود زوج صعب أو زوج سهل، الحياة فيها مفردات كثيرة، فيها صلة بالله، فيها علم، فيها حفظ للقرآن الكريم، فيها تبليغ الدعوة إلى الله. أنت أيها الشاب، أحيانا شاب يبتلى بالفقر، هو فقير وأبوه فقير وجده فقير، وبيتوظف كمان بوظيفة بيقوم معلمه وبيعطيه معاش قليل، بيقول لك يا أخي كلنا مطبق علينا الأمور. هلأ أنت اسعى واجتهد أن يكون الوضع أحسن، إذا ما كان ماشي الحال، الحياة مو كلها يعني فيما أنت فيه، في مفردات أخرى في الحياة، في صلة بالله، في تعليم دين الله، في خدمة خلق الله، في آفاق من العلم مفتوحة، ما تضلك حبيس يعني همك وكربك وبلاءك. ثم تذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 23 سنة استعرضتها أيها الإخوة، كلها فيها شدائد، لكن بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم له رتبة عالية عند ربه، والذهب إنما يصنع بفتنه على النار، والشوائب إنما تذهب من الذهب كلما ارتفعت درجة حرارته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. يعني أنا أذكر أيها الإخوة، يوم غزوة أحد، سنة غزوة أحد، وقد حدث ما حدث للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب بنفس السنة. طيب بس يا رسول الله، أنت مجروح، أنت مكسور الرباعية، قتل أصحابك، جرح من أهلك من جرح، الحياة بدها تستمر لن تقف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة. وهذا يا أخوان يا شباب، هذا مفيد، يعني إنسان يعيش حياة الدعاء، حياة الضحك، حياة اللهو، في الغالب هذا لا يرجى منه خير. في دراسة عن العباقرة والمبدعين والقادة، دراسة جمعت أسماء قادة كبار مروا على هذه الأرض، وعباقرة كبار، ومبدعين كبار، لاحظوا أنه في عوامل مشتركة بين هؤلاء، واحدة منها الفقر، معظمهم فقراء، لأنه الفقر يسبك الإنسان، يعني يجعله يحترق من أجل أن يصنع شيئا. وجدوا عدد لا بأس منهم أيتام. شو يعني يتيم؟ يعني ليس له سند، ليس له مؤيد، ليس له معين، شق حياته ومشى. لا ريب يعني هناك من الأغنياء من أفلحوا، هناك من المنعمين من أفلحوا، بس حقيقة هم قلة قلة، الكثرة الكاثرة إنما هم من الذين يتلقون في هذه الحياة تعبا وكبد، خلقنا الإنسان في كبد. لذلك إذا أنت كنت في فقر، إذا كنت في قلة، إذا كنت في حاجة، لا تزعل، لا تخاف، ربما تكون هذه القلة وهذه الحاجة هي سبب انطلاقتك، هي سبب يعني رفعتك. أما إذا كان متوفر عندك كل شيء، ربما هذه الوفرة تدعوك إلى الكسل. وأحياناً هكذا يخاطب يعني بعض أولاد الأغنياء، إذا شجع على الدراسة بيقول لك يعني ليش بدك، يعني شو بدي أنا جمع؟ تقول له بتجمع علامات عالية، بتفوت كلية الطب، بيقول لك يعني قديش بيطلع لي بآخر الشهر؟ إيه أبي بيعطيني إياهم. تشعره يعني إنسان متراخي، متثاقل إلى الأرض، لا قيمة له لا في الرفعة ولا في المكان ولا في الأخلاق ولا في العلم، إلا من رحم ربي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت. تعلموا يا أخوان يا أخوات، تعلموا أن يطيل الإنسان السكت. هلأ في واحدة من فوائد الدروس أنك تجلس ساعة لا تتكلم، هي مفيد، يعني مجرد أنك تجلس ولا تتكلم، في ناس ما بيتحملوا، بيقول لك ده أخلقي والله بدي أحكي. أخبرتكم مرة أخذنا طلاب دورة القرآن الكريم إلى رحلة، وكانت يعني الرحلات نضع فيها مادة تربوية،
ففي تلك الرحلة قررنا أننا سنمضي يوما كاملا بدون لغو، ما أحد يتكلم كلاما إلا يكون فيه نفع، كلام ما فيه نفع ما تسأل ما تتكلم، يعني ما أحد يقول للثاني كيف صحتك، ما في نفع، ما نحن قاعدين مع بعض الحمد لله أنا بخير وأنت بخير، ما أحد يقول للثاني مثلا جعت، ما في، شو بدك فيه جاء، إذا قال لك إيه جعت شو استفدت، إذا قال لك ما جعت شو استفدت، بدك تحكي كلام نافع. فأذكر كان معنا أخين كثيري الكلام، يعني عادتهم كثرة الكلام. استيقظنا على صلاة التهجد، صلينا التهجد، صلينا الفجر، جلسنا ذكرنا الله عز وجل، صلينا الضحى، نمنا استراحة. هلأ الاستيقاظ في الساعة التاسعة، الساعة التاسعة استيقظنا صباحا، تناولنا طعام الفطور، ما في لغو، بعدين في محاضرة، أحد الأساتذة يحضر المحاضرة، ألقى علينا المحاضرة، صار الساعة 11، ثم جلسنا نتذاكر في هذه الكلام الذي قيل، ننتظر صلاة الظهر، ما رأينا غير واحد من هذين الأخين كثيري الكلام انسحب، كنا جالسين في مكان مغلق، انسحب وغاب. الأستاذ قال وين هذا غاب؟ بعد قليل انسحب صديقه كمان هيك وغاب. خرج الأستاذ يبحث عنهما، وجدهما جالسين في المطبخ يتكلمان مع بعضهما. قال لهما طيب ما اتفقنا ما في لغو؟ قال والله حنختنق. حنختنق بدون كلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت، طويل الصمت. الصمت يزيد الإنسان وقارا، والصمت يزرع هيبة لك في قلوب الناس، ومرارا ما ندم الإنسان لأنه يتكلم، وما رأيت أحدا ندم لأنه صمت. الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. وكم وكم من أناس سقطوا من جراء ألسنتهم. مرة سيدنا الإمام أبو حنيفة كان في درس، فدخل، فالإمام كان يعني جلس جلسة المستريح وهو يدرس، أخوانه حوله وطلابه. دخل رجل غريب عليه هيبة، وقد وضع يعني عمامة كبيرة، وتزيى بحلة جميلة. لما دخل الرجل فالإمام أبو حنيفة يعني حسن من جلسته، جلس الرجل. فالإمام أبو حنيفة كان يدرس، بداخل الدرس قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم، الدرس كان عن الصيام. فالرجل هذا الداخل قال يا إمام وإذا صار نصف الليل ولم تغرب الشمس ماذا يفعل الصائم؟ فأبو حنيفة قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. ظنيتك شي شغلي إلك مكاني. طلع لا عقل ولا فهم. أحيانا الإنسان بصمته يمتلك هيبة في القلوب، فإذا تكلم سقط. لذلك يتدرب أحدنا على الصمت، خاصة إذا كان في محضر من الناس الكبار، خاصة إذا كان في محضر من الناس الذين عندهم علم وعندهم خبرة بالحياة، فليستمع منهم، يفيد منهم، ولا يتكلم إلا بما يجده مفيدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وسلم، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى. كثير الذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بداية كلامه بالتسمية ونهاية كلامه بذكر اسم الله تعالى. يتكلم بجوامع الكلم. سبق أيها الإخوة أن جوامع الكلم، الكلمات قليلة الحروف كثيرة المعاني، عدد من الكلمات محدود لكن معناه كبير جدا. العلماء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه،
كلمات معانيها قليلة وألفاظها قليلة ومعانيها واسعة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هي كل أحاديث من جوامع الكلم. لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين. القانونيون يقولون هذا الحديث عمدة في القانون، الغنم بالغرم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، كلمات قليلة بس معاني واسعة. أحيانا إنسان يكلمك ساعات، ساعات بيعود عندك ساعة، بعد ساعة إذا قلت يعني واحد سألك يعني شو استفدت من القعدة مع فلان، لك والله ما استفدت شيء، والله ما فهمت شو عم يحكي، بيقول له اسأله شو عم يحكي، بيقول له شو كنت عم تحكي، بيقول له أنا مالي عرفان. حتى المتكلم بيقول لك أخي عم ضيع وقت. يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لا زيادة ولا نقص. ليس بالجافي، ما في كلام فظ، ما في كلام قاسي. في إخوة يا جماعة، في ناس، في أخوات كلام قاسي، كلامه بيجرح، كلامه بيؤذي. بيقول لك أخي أنا هيك طبعي، أخي أنا ابن بادية هيك طبعي. أنت ابن بادية وهيك طبعك، بس هلأ لما أسلمت بده يصير طبعك مثل طبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بالجافي، ما بيؤذي أحد بكلامه. في واحد بيتفنن كيف بده يحكي الكلمة التي تجرح الآخرين، ما بيصير. المسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد أن لا يكون في كلامه جفاء، غلظة، فظاظة. ليس بالجافي ولا المهين، كمان مو كلامه مبتذل، كلامه سوقي. وفي شرح، بعض شرح الحديث قال هذه تقرأ ولا المهين، يعني لا يهين أحدا، لا كلامه مهين يعني مبتذل. مرات في إنسان بيحكي نكتة تلاقيها النكتة مهينة سوقية مبتذلة، يستحيا منها، فيها كلام غير لائق، مهينة. تعلم إذا سمعت نكتة مهينة لا تمررها، لا تمررها أبدا، لا تحفظها ولا تسوقها للآخرين. وإذا واحد خبرك فيها لا تضحك، سألك شو ما فهمت النكتة، قل لهم بلا فهمتها بس أنا ما بيناسبني هذا الكلام. خلي كل من يجالسك كلامه رفيع، كلامه عالي، حتى لا تدخل إلى أذنك إلا الشيء الراقي، لأن هذا اللسان يقرأ القرآن الكريم، فلا يليق به أن يتكلم الكلام المبتذل. شوف القرآن الكريم، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كله كلام فيه رفعة، يقال على المنابر، يخطب به أمام الملوك، إنه كلام عالي. ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت. هذا يا أخوان أمر نحن نحتاجه دائما، لكن في الأزمات أكثر، أن تعظم النعمة وإن دقت. مرات واحدنا الله مأكرمه الحمد لله بصحته وبعافيته وببيته ومع زوجته وأولاده، تلاقيه متأفف، شبك أخي ما في ما في ما في مصاري، ما في رزقة، أسعار غالية، الأسعار مرتفعة، ما عم دبر حالنا، كثير التشكي. طيب يا رجل، يا رجل أنت جالس في بيتك، جالس مع زوجتك، جالس مع أولادك، في ناس أنت تعلم، أنت تعلم الآن في ناس يجلسون في مراكز الإيواء 20 واحد بقاعة واحدة، في ناس جالسين يا أخي كلهم مجموعين في بيت الأهل بغرفة واحدة 8 أشخاص. اليوم جاءني شاب ليقول لي أبوه وأمه وأخته وجوز أخته وهو ومرته، هو ولدين وجوز أخته ولدين بغرفة واحدة. شيء صعب، صعب جدا، الناس في شدة. طيب أنت الحمد لله رب العالمين يعني موجود في بيتك لوحدك أنت وزوجتك وأولادك، عظم النعمة يا رجل، أنت في نعمة كبيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق الصحن، يلعق يعني هلا بأسفل الصحن شو بيعلق من اللبن لما من المسبحة لما شو بيعلق؟ ما يعني بالكاد يعلق شيء قليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتراما كسرة خبز يراها على الأرض يرفعها. يا أخوان يعني مع هذه الضائقة تجد في سلة المهملات في الشوارع تجد في ربطات خبز ترمى، في خبز يابس كثير، مع أن أناسا ليسوا ببعيدين عنا يعني يحتاجون شيئا من هذا الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة وإن دقت. في تعظيم النعمة أيها الإخوة دلالات، أولا تعظيم المنعم، لما واحد بيعظم النعمة يعني عم بيعظم المنعم. اثنين إظهار للعبودية، الحمد لله رب أنا محتاج لهذا القليل الذي أنت تعطيني. ثلاثة محافظة عليها. أربعة طلب لزيادتها. بالشكر تدوم النعم، واحدة من شكر النعمة أن تعظمها. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. لا يذم منها شيئا، ما كان يذم شيء من النعم. هالأكلة مو طيبة، وهي ليش دائما عم تساولناها؟ ما قلت لكم لا تساووا لهيك أكلة؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من النعمة يعني يتأفف منه، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني ما كان يذم شيء من الطعام ولا كمان يسرف في مدحه. في مرات واحد بيمدح الأكلة شوي تانية يعني تحسه سيموت أمامها، يعني الحمد لله الله يسلم إيديكم الأكلة طيبة، بس ما يعني كتير كمان تمدح كأنك بعمرك ما رأيت مثل هذا الطعام. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، ما يأشر بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم، كفه كله. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هيك، ضرب بطن إبهامه اليسرى براحته اليمنى. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها أو قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. إذا غضب أعرض وأشاح. والله يا أخوان بس إذا بناخذ هذا المقطع أن تحفظوه وتعملوا به، إذا غضب أعرض وأشاح. أنت ومرتك طلع خلقك، في طريقة أنك تضرب الطاولة اللي قدامك، تكسر الكاسة الإزاز، هي طريقة. في طريقة تصرخ بوش مرتك صوت تلوي حنكة، كمان طريقة. وفي طريقة تنطح راسك بالحيط أو تضرب بوكس هيك على الحيط. وفي طريقة أعرض وأشاح، تسكت ولا تنظر إلى من غضبت منه وتلتفت عنه. مرة في واحد من الإخوة قال لي عنده مرأة عجيبة، قال لي بس يطلع خلقه تفتح الشباك تبع البيت وبتصرخ. طيب بصير بيقول لها يا مرأة خلص خلص هون احكي، ما بتقدر، بدها تفتح الشباك وتصرخ على الجيران. هلا هذه تضع نفسها موضع نقص، مو بس تضع زوجها وبيتها، تضع نفسها. يعني الجيران يقولون هذه حمقاء، هذه بلهاء، هذه سخيفة، هذه خفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أعرض وأشاح. مرة في واحد من الشباب رأيته شقت يده عند الساق، هون عند الساعد عفواً، عند الساعد، واحتاج إلى يعني ضماد طويل. قلت له خير إن شاء الله.
بقى هو بيشتغل ساعاتي. قال لي والله الجير اللي بالمحل أزعجني فضربت الطاولة، طاولة الساعات زجاجية تحت معروض ساعات، ضربت الطاولة شقت يده وعروق داخل ساعده. يعني الغضب مرات يوقع الرجل في موقف غير جيد. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم، معظم الضحك تبع النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام. الابتسام يعني ما بيطلع صوت أبدا للضحكة، تظهر الأسنان هيك شيء من الأسنان. يفتر، في ناس طبيعته إذا ضحك تلاقي الرحة الثالثة العلوية بتبين، ما بيقدر، بيقلب، بيقول لك بيقلب على ظهري أنا لما بضحك. اثبت لك شوي يا رجل. طيب، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. يعني بيكشف، إذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يفتر يعني يكشف عن مثل حب الغمام. أسنان النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء ناصعة البياض كحب الغمام. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين ابن علي زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه. قال أنا ما قلت له لأخي الحسين شو قال لي خالي في وصف منطق النبي صلى الله عليه وسلم، كتمتها ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأله عن مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله ولم يدع منه شيئا. طلع أخي سابقني بالأسئلة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع هذا الحديث في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. للشمائل يا رسولا بشرت.